هنالك في القرآن الكريم ما يثبت علم الأولياء بالغيب؟ الجواب نعم، هنالك مجموعتان من الآيات القرآنية تدل على علم الأولياء بالغيب بل الان لعلنا نقول شيئا يكون مثار للتعجب من قبل البعض وهذا الامر ان كل واحد منا نحن المؤمنين بالله سبحانه وتعالى نحن نعلم الغيب لكن بمعنى اخر وفي اطار اخر في اول سوره البقره نقرا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اول صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بالغيب ولا يعلمون بالغيب اذا لم تعلم بالغيب كيف تؤمن بذلك الغيب الاعتقاد بالغيب يجب ان يتركز على قاعده علميه، فكيف يقول هذا الحديث اذا المراد به ظاهره ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب، احنا اي واحد منا نحن المؤمنين عالمون بالغيب بمعنى اخر في اطار اخر نؤمن بالله او لا نؤمن نعم نؤمن الله غيب او لا الله غيب فاذا احنا نعلم بالغيب نعلم بوجود الله ووجود الله غيب هل نؤمن بالقيامة قطعا وبالآخرة هم يوقنون يقين هنالك بالآخرة كيف يمكن أن يكون هنالك يقين بلا علم إذن إحنا عندنا علم بالغيب هل نؤمن بالملاحم والفتن التي تقع في المستقبل؟ نعم، وهي كلها ضمن عالم الغيب. المؤمنون في عهد النبي الاعظم صلى الله عليه واله، القران الكريم اخبرهم باخبارات غيبية، تتعلق بالماضي وتتعلق بالحاضر وتتعلق باكوان وعوالم خارج عن نطاق عالم الشهود وعالم الشهاده ما كانوا يؤمنون بالغيب ما كانوا يعلمون الغيب لاحظوا هذه النماذج والنماذج كثيره الله تعالى يقول غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون سيغلبون، السين تدل على ماذا؟ على المستقبل وحدد هذا المستقبل في بضع سنين البضع بين الثلاثه والتسعه لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ ويومئذ يفرح المؤمنون هذا ما كان اخبار بالغيب المؤمنون في ذلك العهد ما علموا بهذا الغيب ليش علموا بهذا الغيب بل إذا واحد شاك في نبوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يظل في شك من هذا الإخبار الغيبي ولكن المؤمن يعتقد بما قاله الله وما قاله النبي في آية أخرى الله تعالى يقول: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، هذا مو علم بالغيب، المؤمنون في ذلك العهد لم يعلموا بهذا الغيب في آية أخرى الله تعالى يقول: "لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين"، هذا ما كان إخبار بالغيب؟ والمؤمنون في ذلك الوقت لم يعلموا بالغيب؟ الله تعالى يقول: "أم يقولون نحن جميع منتصر" سيهزم الجمع ويولون الدبر هذا ما كان اخبار غيبي القرآن الكريم لم يحتوي الآن بالنسبة لنا يحتوي على الإخبارات الغيبية التي لا طريق طبيعية لنا للوصول اليها. ذلك من انباء الغيب، الم نعلم نحن بالغيب عبر هذه الايات المباركات الماضي، الان انتم ما تعلمون بالغيب عبر هذه الايات؟ ما تعلمون ماذا جرى بين الله وبين ملائكته؟ إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليف ما تعلمون ما علمت بالغيب ما تعلمون ما دار بين الله سبحانه وتعالى وبين الشيطان ما تعلمون كيف أخرج آدم من الجنة ما تعلمون ما جرى في الأمم الماضية بإخبار القرآن الكريم إذا كلكم عالمون بالغيب لكن في إطار آخر وفي دائرة محدودة ألم يخبرنا القرآن الكريم بوجود عوالم أخرى لا توجد في القرآن الكريم سورة الجن قل أوحي إلي انه استمع نفر من الجن هذا مو إخبار غيبي الاخبار عن عالم الملائكه الاخبار عن عالم الشياطين الاخبار عن الامور الاخرى العوالم الاخرى هذه هي المجموعه الاولى التي تتضمن كشف الحجاب عن عالم الغيب سواء تعلق بالماضي او بالحاضر او بالمستقبل المجموعه الثانيه ايات مباركات تكشف عن ان بعض الاولياء يعلمون الغيب هذا النوع الاول غيب عام الذي ذكرناه هذه المجموعة الثانية تحتوي على الإشارة إلى الغيب الخاص. الله سبحانه وتعالى يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى. إذا من ارتضاه الله يطلعه الله على غيبه. الله تعالى في آية أخرى يقول: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ، يعني فيطلِعه على الْغَيْب. الله تعالى في آية أخرى يقول: وَأُنَبِّئُكُمْ: هذه كلمة المسيح. على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم هذا مو علم بالغيب المسيح كان يقول أنت اليوم الظهر أكلت كذا في بيتك وادخرت لعشائك مثلا الطعام الكذائي هذا مو علم الغيب وهنالك جمع لطيف بين آيتين من القرآن الكريم الله تعالى يقول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب في أحاديث رواها العام ورواها شيعة أهل البيت أن المراد بمن عنده علم الكتاب يعني علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. في آية أخرى الله تعالى يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فإذا كان الكتاب تبيانا لكل شيء وكان علي بن أبي طالب صلوات الله عليه عنده علم الكتاب إذن يكون عالما بكل شيء اجمعوا بين الآيتين القرآن تبيان أو اللوح المحفوظ تبيان لكل شيء وعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه عنده علم الكتاب، إذا علي بن أبي طالب صلوات الله عليه بالجمع بين هاتين الآيتين الكريمتين يعلم كل شيء.